النهارده بالفعل هو يوم مصيري بمعنى الكلمه في تاريخ النادي الاهلي، لان احنا لو تخطينا فلومينينسي البرازيلي هنكون في نهائي المونديال لاول مره على الاطلاق. الماتش صعب، اكيد الماتش صعب، احنا بنلعب مدرسه برازيليه معتمده بالكامل على المهارات الفرديه وشغل المحترفين واللعيبه الحريفه، فالماتش صعب اكيد بطبيعه الحال، لكنه مش مستحيل، لان باختصار شديد مفيش مستحيل اصلا في كره القدم، وشفنا ده بنفسنا بشكل عملي امام اتحاد جده طبعا اللي كان مدجج بكتيبه من النجوم العالميين، قدرنا ان احنا بتركيز وبشيء من الهدوء نكسب بثلاثيه. عايزين برضو نقول لحضراتكم شويه معلومات كده عن فلومينينسي البرازيلي. الاهلي سبق واجه هذا الفريق، ولكن امتى بقى؟ الكلام ده كان من 62 سنه فاتوا، وكان ماتش ودي. طبعا شبكه جلوبو سبورتي البرازيليه نشرت عن هذا اللقاء وهذه المباراه التاريخيه الوديه اللي جمعت بين فريقهم وبين النادي الاهلي سنه 1961، ووقتها الاهلي خسر امام فلومينينسي بنتيجه 2-1. هذه المباراه اقيمت يوم 26 مايو من عام 1961 على استاد القاهره بحضور 18,000 مشجع. ده اللي حصل من 62 سنه، ايه اللي هيحصل النهارده؟ ادينا مستنيين ونشوف. بس بتهيألي دي كانت مباراه وديه. وديه اه كانت مباراه وديه. انا كنت هقول لك انا فاكره منين؟ استحاله تكوني فاكره. لا، انا مواليد 40 تخيل.